ليس المقصود من العلم اختزانه في الصدور، هذا العلم ليس لك وحدك، فمن حصل على شيء من العلم الشرعي فإنه ينشره ويبينه للناس. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، تكونوا كما أوصاكم الله بذلك، أن تتعلموا العلم وأن تعلموه وتنشروه وأن تكونوا قدوة صالحة تجمعون بين العلم والعمل، تكونون قدوة صالحة في هذا. فهذا هو جماع الخير، جماع السعادة، جماع التقوى، العلم النافع والعمل الصالح. وقد جاء في الحديث الصحيح أن هناك من طلاب العلم من يعذب قبل عبدة الأوثان، فيقولون يبدأ بنا قبل عبدة الأوثان، فيقال لهم ليس من يعلم كمن لا يعلم. تنبهوا لهذا. والعمل الصالح مع قليل من العلم يبارك الله فيه، وأما العلم الكثير مع عدم العمل فإنه هباء منثور، وصاحبه يعذب قبل عبدة الأوثان. وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. تنبهوا لذلك، وفقنا الله وإياكم لنتنبه لهذا كلنا، تنبه إلى أن العلم الشرعي مقرون مع العمل الصالح، وأن يكون القصد من طلب العلم هو العمل، لا يكون القصد من طلب العلم الحصول على الشهادة أو الإجازة، فهذا مطمع دني وخيبة وخسارة وتعب بلا فائدة. فلنربط نية طلب العلم مع نية العمل به حتى يكون لتعلمنا فائدة وثمرة ونتيجة. والعلم ليس حكرا على أحد، العلم للجميع، فمن علم شيئا فلا يخزنه ويسكت عليه، لا بد أن يبينه للناس وأن ينفع الناس به وأن يوجه وأن يعلم وأن ينصح وأن يذكر. هذا هو المنهج السليم في طلب العلم، طلب العلم المقرون بالعمل، بالعمل الصالح، علم نافع وعمل صالح، هذا الغاية من طلب العلم